إذن مشاهدي محمد براس، السلام عليكم في هذا البث المباشر من برنامج صباح الخير يا فضالة، لكن نقل لكم مباشرة من أحد شواطئ بمدينة المحمدية، وهو شاطئ المركز اللي بطبيعة الحال كيجيو ليه عدد كبير من المصطافين خاصة من خارج مدينة المحمدية. إذن من خلال العنوان ديال هذا المباشر وفي إطار المواكبة ديال محمد يابريس لعملية يعني الاستياف ديال المصطافين بالشواطئ بعموم الشواطئ ديال مدينة المحمدية، كنديروا هذا الروبورتاج هذا في إطار الاهتمام ديالنا وإعطاء الأمر واحد الأهمية كبيرة، خاصة فيما يتعلق ملي كنقولوا الشاطئ، كنقولوا الازدحام، كنقولوا الناس يعني عانوا في زمن كورونا، تحرموا من الشواطئ، ولكن بالمقابل ملي كيتفتحوا لهم الشواطئ بالمفروض خاص يعني يكون واحد الاهتمام بهم من خلال المرافق. إذا المرافق كما كتشوفوا ما كاينينش. السيدة الرئيسة زبيدة تقريبا هذه واحد 15 يوم قالت على انه راه كتعطي واحد الاهتمام للشواطئ ديال مدينة المحمدية. حنا الان في عز الصيف، اقولها واكررها، في عز الصيف في شهر سبعة اليوم 3 في شهر سبعة، ها انتم كما كتشوفوا الان بالصورة اشنو هو الانجاز اللي قام به المجلس البلدي لمدينة المحمدية. داروا هاد المراحيض وسط هاد الورشة ديال الأشغال ديال تهيئة لاكورنيش ديال مدينة المحمدية. إذا بالله عليكم كيفاش المصطاف اللي غالبا بنسبة 94% كيجي حفيان من الرملة حتى لهذا المكان هذا، هنا بطبيعة الحال راك غادي تصادف مع بزاف ديال الأمور، الخشب اللي فيه المسامر، الحجر، بزاف ديال المسائل. هانتوما شوفوا فين مطلعين للتواليت وما خدامينش، هذا هو الغريب في الامر، واخا يكونوا خدامين الامر غير مقبول ان التواليت دار بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا بالصوره. هانت ها المسامر، ها شوف هانتو ها اللي قلنا، ها شوف هانتو هانت شوف هنا عاوتاني، ها اذا شوف إذن كيفاش هاد العقلية ديال الناس المسؤولين اللي حطوا الطواليطات في هاد المكان هذا وسط الحجر وسط المسامر؟ واش هادو فعلا مسؤولين؟ واش عندهم واحد الرؤية؟ واش عندهم واحد الآفاق؟ واش عندهم برنامج؟ واش هادي هي الخدمة ديال المواطن لمدينة المحمدية؟ إذن شوفوا بعدا هاد الطواليط اللي حطوا بعدا الكاميرا، الله يخليك صور واحد لي طواليط كاملين عامرين سوسة مدقدقين وما خدامينش، هذا هو وما خدامينش، هانتوما كما كتشوفوا بالصوره. اذا كيفاش المواطن السلام عليكم. عليكم السلام خويا، حنا مكرفسين بصراحه في الطواليطات، شوف الزوار كاع الناس كتما جايه كيمشيو حاشاك جيت الحيط، والله ما نكذب عليك، الا كاينين عيالات قسم من الكبر بحاملات كيتكرفسوا كيمشيو للقهوه ما كيخليهمش مول القهوه، حيت مول القهوه خاصو كليان ديال، والله حتى الناس تكرفسوا بالله. فين وليتي حاشاك كتشم ريحه الخنز من القنت للقنت، ما بقاش بحر الصراحه، على الاقل هانتوما شوفوا كيفاش حنا غادي نطلعوا، شوف حنا كيفاش حنا بالصبابط ديالنا وغادي نوحلوا. مشكله والله، حتى مشكله بالله. هانت شوف تفضل، هما راه بداوا اخويا ولكن ما كملوش، والله ما كملوا، والله حاشاك اللي كنمشيو لهي، الناس مكرفسه بزاف، الناس كتجي من جميع المدن لهذا المركز، والله تا معروف، ولكن راه تكرفسوا الناس بزاف وحق الله، هادشي اللي كنقول لك انا كنعيشوا يومين، والله حتى الناس مكرفسه، الناس مكرفسه. ها انت شوف معايا، ها انت حل معايا، كيفاش المصطاف غادي يجي وسط ورشه ديال الاشغال؟ كاين المسامر هنا، حنا عينا عدد كبير من المسامر هنايا، وغادي يجي يطلع هنايا، وراه ما كاين الحجار، كاين ديال المناظره هما القرع ديال هذوك ديال الالومنيو ديال المهم لتحت الشاطئ لتحت نقي زوين، ولكن راه خاص مراحيض، والله تخص مراحيض بالله، والناس مكرفسه. مراحيض والدوشات علاش من حقهم؟ المواطنين هادو من حقهم، لانه هاد المواطنين هادو راهم دافعي الضرائب للجماعه، الجماعه عندها مدخول، خاصها دير خدمات للمواطنين، راه هادشي اللي خاص يكون. الجماعه كتدخل فلوس من الضرائب ديال المحلات التجاريه وهذا مقابل ان الطواليطات ما خدامينش وحاطينهم ليهم وسط الحجر ووسط المسامر، واش هادي هي الرؤيه الاستراتيجيه؟ وكتقول لك الرئيسه ما تقولش عليا رئيسه فاشله، راه ماشي غير فاشله، راه 20,000 فاشله اس 4
اذا انتم خليك معايا اجي تشوف. ما كاين لا اشغال لا والو، ما كاين لا اشغال لا والو، ما كاين لا اشغال. المهم الناس ديال النظافه لتحت راه النظافه نقي بزاف، نقي نقي مزيان. كنشكروا الشركه ديال النظافه اس، خدامين خدامين، ولكن المسائل الاخرى راه ما كاين والو. اذا المواطنين كيقضيو الحاجه ديالهم على الحائط كما قلت. الحائط على الحائط، والله تاع الحائط. وسير قعدت انا كذبتيني انا، سير تشوف في الحائط وتشوف بعين. شكرا الاخ الكريم. اذا هذا واحد من المواطنين، شكرا الاخ اللي عدوا الغير على مدينه المحمديه. الموضوع الاخر هانتوما كما كتشوفوا هاد الولوجيات اللي داروا بطبيعه الحال، ولكن ما كاملينش حتى للشاطئ. واش الشاطئ حدو تماك عاوتاني؟ واش نبقاو غير داوين؟ ولكن حنا ما غنسكتوش بطبيعه الحال. هذا العمل ديالنا كنقوموا به، اي جريده جهويه كتهتم بمدينه المحمديه والجماعه التابعه لعمله المحمديه راه كتنقل لكل صغيره وكبيره. اذا حاول دومي نشوفوا هذا الشيء لداخل، بات لك شي حاجه لداخل؟ اشنو هو؟ ما كاين حتى شي حاجه. ما عرفت انتم اللي كيبان لكم حيت الكاميرا بعيده، ما عرفت ما كاين حتى شي حاجه. اذا نكتفيو بهاد حاجه اخرى، حاجه اخرى وهو في المقدمه ديال الشاطئ، في المدخل ديال الشاطئ. من المفروض اذا كانت جماعه كتحترم نفسها وكتحترم المصطفين وكتبغي دير واحد الاشعاع للشاطئ ديال مدينه المحمديه، راه من المفروض تكون واحد اليافطه فيها التعليمات الولوج الى الشاطئ. هذه راه معروفه في اي شاطئ في المغرب، كاينه هذه القضيه هذه، يعني ممنوع دخول الكلاب حشاكم، احترموا نظافه الشاطئ، وبزاف ديال النصائح اللي خاصها تكون تماك اللي يمتثلوا لها المصطفين. حتى يافطه ما كايناش، تصوروا يافطه ما كايناش، في حين انه باش تعرفوا حنا كنعطيو الحلول، في حين ان في المحمديه كاين اكثر من 12 يافطه منذ 2011 اللي كانوا فيها المشاريع ديال المجلس ديال احد الرؤساء السابقين. وهاد اليافطات راه كاين وحده حدا المحكمه، كاين وحده حدا الاتحاد، عدد كبير من اليافطات لعاك اللي غير كيعرقلوا السير. من تصوروا من 2011 وحنا دابا تقريبا 10 سنين وهما كاينين، ومن المفروض المده ديالهم ما خاصهاش تفوت واحد العامين ويتحيدوا، فما بالكم وباقيين. اذا علاش هذوك اليافطات ما يستعملوش ويكتبوا فيهم هاد النصائح ديال ولوج الشاطئ؟ باش تعرفوا راه ما كاينش. وكتقول لك ما تقولش رئيسه فاشله، راه نعاود نقولها ماشي فاشله في مره واحده، راه 20000 فاشله او 29. الى اللقاء. نخليكم مع هاد المشاهد، ها انتم كتشوفوا المراحيض فين داروا هما خدامينش. المشاهدين اللي انضموا لنا في المشاهده قبل ما نختموا هاد المباشر، احد المواطنين اللي استنكر هاد المساله هذه وقال لنا انه عدد كبير من المصطفين اللي كيبغيو يقضيوا الحاجه ديالهم كيكونوا مضطرين كيمشيو غير بجنب الحائط، مما كيؤدي لواحد الرائحه كريهه. اذا الطواليطات كيتحطوا فوق الحجار وفوق المسامر، اذا هذه هي الاستراتيجيه ديال الجماعه. الى اللقاء. إذن محطة أخرى بعد قليل.